يعني لو كان عندك حاجات كثيرة جدا في وقت إجابة وتريد أن تسألها ربك سبحانه وتعالى، ربما لو أردت عدها واحدة واحدة قد تنسى بعضها، لكن لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتت على حاجاتك كلها وعلى غيرها مما لا يخطر على لك على بال، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم.